هنشرح النهاردة جهاز الدي دي بي، وده جهاز بيحل محل الزراير اللي موجودة على الحيطة في البيوت. الجهاز ده مكون من 4 زراير، 1 2 3 4، والخامس لتقليب الصفحات. عندك الصفحة الأولى، الصفحة الثانية، الصفحة الثالثة، الصفحة الرابعة، الصفحة الخامسة، الصفحة السادسة، وهكذا. يبقى أنت عندك 6 صفحات، منهم 4 صفحات تتحكم فيهم، وصفحتين، واحدة خاصة بالتكييف والتانية خاصة بنظام الصوتيات. أول صفحة مثلا أنا برمجتها إنها تتحكم في الإضاءة الديمينج اللي هي بتتخفت وبتعلى. مثلا هنزود أهو الإضاءة هنا، هنا في الإضاءة معاك فوق هتقعد تعلى، سيبها زي ما أنت عايز. عايز تقللها إيه؟ هتقللها من هنا. فوق معاك هتعلى وتوطى زي ما أنت عايز، زي ما أنت ملاحظ. طبعا ممكن تخلي الضغوطات اليمين الشمال، تخليها كلها على بعضها زي ما انت عايز. انت عندك الجنب التاني بيزيد، الضغوطات اللي في الوش، اللي في وش المكتب اهو، اللي في وش الدنيا بتاعتنا بتزيد وتقل. تمام، ممكن بقى تشغلهم كلهم، تسكيهم كلهم بتكة واحدة. يعني هنا اول اوف اول اون زي ما انت عايز، بتكة واحدة ممكن تعمل ده. فده انا اتحكمت في الاسبوتات كلها من شاشه واحده، وعندي اسبوتات كتير في المكتب، فكل ده من شاشه واحده، وما احتجتش كذا زرار، ما احتجتش كذا مكان اروح له عشان اضغط عليه. يعني عندك انت الاسبوتات الليد العاديه، لمبات الليد العاديه اللي عملتها هنا برضو، اهي فوق هتنور معاك، اهي تطفي تنور، تطفي شغلها، تشغل اتنين مع بعض، تطفي اتنين مع بعض، تبدلهم، تطفي كله، تشغل كله زي ما انت عايز. بتعمل في اللمبات بتاعتك برضو عن طريق الدي دي بي الشاشة رقم 3 مثلا زي ما انا عملت. عندك هنا في نفس الشاشة نظام اللي بيتحكم في التكييف. هنا عندي التكييف وضعه اوف، يعني مقفول، عايز اشغله اقوم ضاغط هنا، هتسمع صوت التكييف، هيشتغل معاك التكييف اهو على الوضع حرارة، على وضع هيت. هغير من عندي برضه درجة الحرارة، أزودها أنقصها من عندي هنا، أزود درجة الحرارة أنقصها زي ما أنا عايز. أغير السرعة من هاي، سرعة المروحة من لو لهاي لميديم زي ما أنا عايز. أغير المود نفسه من هيت لفان أونلي، المروحة بس، لدراي وجاف، او انك تستخدمه في نظام التبريد وهكذا. ودي درجة حرارة الغرفة بيحسها سنسور داخل السيستم بتاعنا. عايز اقفل التكييف، هطفيه من هنا، خلاص التكييف بتاعي اتقفل. تمام، صفحة دي مثلا خصصتها للستارة. انا عندي وضع الستارة حاليا مقفول، عايز افتح الستارة بضغط اس هنا على الزرار اهو، هتتفتح معاك الستارة. تمام، عايز اقفل الستارة اهو، هتقفل معاك الستارة على تفتحها تاني زي ما انت عايز، المساحة اللي انت عايزها، يعني ممكن 50% 20%، لو سبت ايدي هتتفتح كده، هتتفتح. عايز اعملها للاخر، النت ضابط، هتفتح معاك لغاية اخر الموضوع. يبقى اذا انا من زرار هنا اتحكمت في موتور، اتحكمت في موتور ستاره فتح وقفل، وبرده من زرار هنا اتحكمت في كومبريسور بتاع التكييف افتح واقفل، وزود حراره وخلافه يعني. هنا كمان في عندي ممكن اتحكم في التلفزيون. تمام، ممكن اضغط على زرار هنا هيفتح لي التلفزيون. وشغل معاك قناة معينة مثلا. الزرار اللي فوقيه على طول، الزرار اللي فوقيه ده بتاع الريسيفر، ممكن انا اقفل الريسيفر لو عايز اقفله اهو، انا قفلت الريسيفر، ده هو الاشارة على البلوتوث. وهفتح تاني، اضغط على الضغط كمان هيفتح لي التلفزيون. تمام، هيفتح معاك سوري، هيفتح معاك الريسيفر معاك. ونفس الكلام من هنا، هيعلي الصوت، هيعلي الصوت معاك للاخر اهو، كل ما تضغط الصوت ايه؟ بيزيد.
بقلب التشانل مثلا التشانل رقم واحد مثلا غيرها هي بقلب القناة القناة اللي بعدها وهكذا أغير هي القناة اللي قبلها القناة اللي بعدها يمين وشمال هقفل الاتجاه عشان الصوت. فهنا يعني لاحظ ان السيستم عندي فيه ضغطة يمين وضغطة شمال وفي دبل كليك وان كليك كليك اونلي وهكذا زي الكمبيوتر ده. فانت بتحصل على فانكشنز او ادوات كتيرة جدا من الصفحة الواحدة، يعني ممكن تعمل الضغطة يمين لها حاجة الضغطة شمال لها حاجة وزي ما انت عايز، مش شرط مش شرط تلفزيون، ممكن تعمله اي حاجة في الدنيا يعني. ممكن ده يفتح لك لو انت عندك صنابير كهرباء يفتح لك صنابير كهرباء مثلا، شغل مية تفتح مية او تقفل غاز تفتح غاز، يعني ممكن تعمل فانكشنز كتير جدا. والصوره دي برضو احنا بنحطها لك حسب البرمجه بتاع السيستم. ده شرح مختصر شويه للدي دي بي. ان شاء الله في الفيديو الثاني هنشرح ازاي نستخدم السيستم ده عن طريق الموبايل او عن طريق اي سمارت فون عشان يشغل سيستم وايرلس. شكرا.